ميليشيات الحوثي تباغت أهالي الجبلية بقصف مدفعي. ميليشيات الحوثي تفجر منزلين في عصيفرة وإصابة طفل في الشقب. مارب السياج الأخير لمنع تقدم الحوثيين نحو مناطق النفط. سلطان زابن ذراع تجسس الحوثيين. تحالف الآثار يبحث عن قطعة أثرية يمنية في مختلف أنحاء العالم. الجراد يهدد سلسلة غذاء اليمن والنهب الحوثي يفاقم الكارثة.